بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي في 10.2 اللي هو What are the principal e-commerce business and revenue models. أول شيء في أنواع حق التجارة الإلكترونية، في types of e-commerce. ده شنو هما؟ أول شيء business to consumer، شنو يعني business to business؟ مثال إذا أنا أبغى أشتري من أمازون يعتبر business to business، يعني business اللي هو أمازون يبيع علي، أوكي؟ on customers أو consumers. ثاني شيء business to business، مثلا علي بابا، علي بابا يبيع بالجملة، يعني يبيع مثلا إذا بتشترون لازم تشترون 100 كرسي، فيبيع حق البزنس شركات العودة، ف business to business. ثالث نوع consumers to consumers، يعني مثلا eBay منصة أو شركة، إن الكونسيومرز الكاستمرز أو الكونسيومرز هم اللي يروحون مثلا يبيعون شيء معين ويبدأ، أوكي؟ أو شيء يعني مثلا من صنعهم، فهمت؟ فيبيعونه في المنصة، فالكونسيومر نفسه يبيع على الكونسيومر نفسه، فهمت؟ هاي ثلاث أنواع. زين، فأعطيني أسامي مثال على الأسئلة اللي بتينا. Then list and describe the three major types of electronic commerce. Types of electronic commerce, okay? لازم تقرون الكيورد عدل، يبون types of electronic commerce. Which do you think the most valuable to the individual's consumer? Support your answer. طبعا business to consumer هو الواحد، business to business و consumer to consumer. Then, في من نفس السؤال في سؤال حاس بايانا سؤال في أسئلة سؤالين في سؤال، بس السؤال الثاني ممكن في رأيكم أي واحد أحسن to the consumer؟ طبعا مني في الماركتينج سكيم يقولون كلهم أحسن، بس لازم تقول ليش. بس مني حاطين إن الأحسن هو business to business. ليش؟ لأني بقول لكم، لأن مثلا علي بابا يبيع بالجملة، أوكي، لكن رخيص. فعقب اللي بيشتري من علي بابا، مثلا البزنس الشركات اللي بتشتري من علي بابا بتبيعهم برخص. ليش؟ لأني أوريدي شارين بالجملة، فيقول لنا شنو يعني في النهاية البرايس بيصير شنو ريديوس على الكاستمرز، ما بيشترون وايد. في شنو حق الاي كوميرس في بزنس موديل، شنو اللي ممكن المودلز اللي تشوفونه مال الاي كوميرس؟ في بورتال مثلا جوجل، ياهو، شنو يعني مثلا موقع، يعني منصه توديكم حق مواقع ثانية. تقدر مثلا تشوفوا في جوجل تكتبون شيء وكله في لينكس، أو يعرضش على لينكس، أو مثلا الحكومة الإلكترونية تشوفوا هي منصة موقع بس تكتبون في لينكس حق مثلا حق الصحة وكذي، أوكي؟ خلاص من البورتال. Community providers social networks مثلا فيسبوك، تويتر، أوكي؟ Content provider مثلا يوفرون لكم iTunes، يوفرون لكم مثلا music. إيتيلر مثلا اللي يبيعون مثلا أمازون، والمارت يبيعون. ترانزاكشن بروكر شنو يعني؟ مثلا booking.com، أنا وقت راح تذكرة تذكرة سفر، من فهاي يسمونه شنو؟ ترانزاكشن بروكر. أنا راح أحجز مثلا فندق، أو أحجز تذاكر وأنا أتذكر أو أي شيء. ماركت كرييتر زين، مثلا هاي شنو؟ هاي موقع إني أنا أقدر مثلا أبيع فيه، أوكي، منصة إن الكونسيومر يقدر يبيع فيه، فهاي شو مثلاً إيباي، أوكي. وآخر شيء سيرفيس بروفايدر، مثلاً جوجل أبس اللي يوفرون لكم خدمة، أوكي، جوجل سايتس، جيميل، دروب بوكس، هاي كله يوفرون لكم شنو؟ سيرفيس بروفايدر. إذن الحين لا تخبطون بين المودلز زين وشنو الريفينيو مودلز. الريفينيو مودلز شلون دي المودلز يحصلون بيزات، شلون مثلاً شلون أمازون حصل ميلات؟ أحب أن تعرف على هالمودلز. advertising أول شيء، شلون فيسبوك يحصل ميلات؟ يسوي advertising، أو مثلاً شلون جوجل يحصل ميلات؟ يسوي تسويق. أنا شفتوا أحب في جوجل أول لينك إنزين، هو هيش يعني ليش يطلع لكم بعض الشركات مثلاً تسوون سيرش عن شيء أشياء معينة يطلع يعني لينك يطلع لكم أول شيء؟ ليش؟ لأنه يفعين أكثر حق جوجل، إنزين. ثاني شيء السيلز، مثلا امازون يبيعون مبيعون زين. ثالث شيء مثلا في ابلكيشنز زين، اول شيء بلاش، لكن عقب اذا تبون خدمات ثانيه لازم تدفعون. مثلا سيرفي مونكي، سيرفي مونكي عندكم ليه 40 ريسبونس
بلاش عقب يثبون أكثر من 40 ريسبونس يبين لكم لازم تدفعون للبريميوم زين، فمن كذي حصلوا بيزات. في شركات بعد سبسكريبشن لازم تسوون اشتراك كل شهر أو كل سنة، يعني كل فترة زمنية، مثلا نتفليكس كل شهر لازم تشتركون. ترانزاكشن في شنو يعني؟ مثلا إيباي إذا مثلا إذا أنا قلت لك ماي إيباي موقع تقدرون تبيعون فيه أشياء اللي تبونه، أوكي؟ فلازم إذا تبيعون لازم تدفعون حق الموقع يعني، هو يسوون ترانزاكشن فيه. آخر شيء في إيش يعني؟ يعني مثلاً send visitors to other websites in return for a شنو for a percentage or revenue. مثلاً أنا جيت أبادفع حق أمازون أو حق شيء إن يطلع لي إن شنو في فيزا كارد وفي PayPal زين، عقب أو مثلاً أنا جيت أبادفع بالفيزا يقول لي لا، يطلع لي مسج إنه I recommend you to pay by شنو by PayPal إنه طاقة ثانية، وإذا دفعت باي 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 بيعطيكم 10%. فأنا أضطر أن شنو أروح أشتري من هاي، بعقب باي باي يدفعون حق أمازون. ليش؟ إن رتسونس إن عشان تولهم الفرسايلين فهمتوا؟ فهاي يسمونه آخر شيء. List with examples at least 5 different internet business models. Business models هذي أوكي؟ يبون خمسة تكتبونهم with examples لازم، أوكي تعطون example بعد اللي هو مثلاً portal تكتبون جوجل. What are the e-commerce revenue models؟ revenue models اثنين، شلون يحصلون بيزات؟ تكتبون مثلاً advertising مثلاً Facebook. Give examples of these revenue models، يعني تكتبون ال revenue model ويا ال example model، أوكي؟ List and describe at least 5 different business models. Which of these models do you think the most risky for dot-com business? Support your answer. طبعا مني يبون شنو internet business model. Business model اللي هو شنو ذري. لا تخافوا ما يسميهم. Revenue model ذري. بس ما يبون سؤال مني business model. فتكتبون يبون list and describe يعني تشرحون يعني مثلا تكتبون service provider. They give services مثلاً Google Pay, Google Apps أو Google Sites، okay؟